السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعموا منا بلايك علشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار ومصاريف الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2021-2022 والتنسيق وكيفية التقديم. كيفية حساب مصاريف كليات الجامعة الأمريكية. نظام الدراسة بكليات الجامعة الأمريكية هو نظام الساعات المعتمدة، وهذا النظام له طريقة خاصة في حساب رسوم المواد الدراسية، حيث أن الطالب يقوم بدفع المصاريف بناء على عدد الساعات المواد التي يقوم بدراستها. تقوم الجامعة بحساب عدد الساعات المعتمدة لكل مادة، يقوم الطالب باختيار دراستها، وبناء عليه يتم تحديد مصاريف السنة الدراسية، حيث يتم حساب المصاريف للطلاب المصريين بالجنيه المصري، أما الطلاب العرب والأجانب يتم حسابهم بالدولار الأمريكي، ويتم حساب الرسوم كالآتي: الطلاب المصريين تصل رسوم الساعة المعتمدة الواحدة في المادة الدراسية ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه مصري، وذلك على حساب المادة. الطلاب العرب والأجانب تصل رسوم الساعة المعتمدة الواحدة حوالي 1700 دولار أمريكي. مصاريف الجامعة الأمريكية بمصر بناء على طريقة حساب المصاريف بالساعات المعتمدة، فإن مصاريف الجامعة الأمريكية في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة والأعمال تبلغ ما يقارب 200 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد، كما تبلغ مصاريف الجامعة الأمريكية للكليات الهندسية والعلمية ما يقارب 150 ألف جنيه للعام الدراسي الواحد. المصاريف قابلة لزيادة أو نقصان حسب المواد التي يتم اختيارها دراستها، كما يتم منح الطلاب المتفوقين خصم على المواد الدراسية يصل إلى حوالي 70%، وذلك يكون وفقا للشروط التي تضعها إدارة الجامعة، كما توفر الجامعة إمكانية تقسيط المصاريف، وأيضا يتم منح 25 طالب من المتفوقين في الثانوية العامة الدراسة المجانية. الوثائق اللازم توفرها للمنح بالجامعة الأمريكية: مستخرج شهادة الثانوية العامة، صورة شهادة الثانوية العامة الأصل، وثيقة الميلاد الأصل للطالب، صورة شهادة ميلاد الأب والأم والأخوات جميعهم، صورة بطاقة الأب والأم والطالب، البحث الاجتماعي، فاتورة كهرباء ومياه، إثبات قيد من المدرسة للطالب، مفردات راتب رب الأسرة. برامج تنمية المهارات. اسم البرنامج وعدد الوحدات والمصاريف الجنيه المصري. تعليم مستمر. عدد الوحدات 3 ب 1500 جنيه مصري. تعليم مستمر 6. عدد الوحدات 6 ب 3000 جنيه مصري. تعليم مستمر. عدد الوحدات 4.5 ب 2190 جنيه مصري. الشريك المهني للموارد البشرية 6 وحدات ب 5725 جنيه مصري. الشهادة المهنية الإدارة المتكاملة للكفاءات 6 وحدات ب 5725 جنيه مصري. ثانيا، برنامج اللغة الإنجليزية. اسم البرنامج وعدد الوحدات والمصاريف بالجنيه المصري. دورات اللغة الإنجليزية 3 وحدات ب 1200 جنيه مصري. دورات التواصل الشفهي 3 وحدات ب 1200 جنيه مصري. دورات التواصل 1.5 وحدة ب 705 جنيه مصري. برنامج إعداد اختبار ELTS 4.5 ب 2585 جنيه مصري. دبلومات الترجمة. اسم الدبلومة وعدد الوحدات والمصاريف الجنيه المصري. مادة الترجمة 3 وحدات ب 1200 جنيه مصري. اللغة الإنجليزية للمترجمين الفوريين 6 وحدات ب 3365 جنيه مصري. اللغة الإنجليزية للمترجمين 6 وحدات ب 3365 جنيه مصري. برنامج تدريب المدرسين. اسم البرنامج وعدد الوحدات والمصاريف الجنيه المصري. البرنامج شهادة المدرب المحترف المعتمدة 6 وحدات ب 5750 جنيه مصري. شهادة تدريس العلوم والرياضة باللغة الإنجليزية 3 وحدات ب 1440 جنيه مصري. الشهادة الوظيفية في 6 وحدات ب 5750 جنيه مصري. شهادة أثاثيات تدريس اللغة الإنجليزية 6 وحدات ب 5750 جنيه مصري. الدبلومة الاحترافية في تدريس اللغة الإنجليزية 6 وحدات ب 6510 جنيه مصري. شهادة كيفية تدريس تكنولوجيا المعلومات لمعلمي المدارس 3 وحدات ب 2950 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ومصاريف الجامعات الأمريكية بالقاهرة 2021-2022 والتنسيق وكيفية التقديم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.